كنت بتتعامل مع اي بنك من البنوك دي تقدر تنشئ دلوقتي حساب على انستاباي، فانا هشرح لك بالتفصيل الغير ممل ازاي تقدر تنشئ حساب بالفيزا بتاعتك او البطاقه بتاعتك. طب ايه هي مميزات انستاباي؟ انستاباي دلوقتي بتقولك اقعد في البيت وتقدر تتعامل مع الفيزا بتاعتك عن طريق التطبيق. يعني مثلا انت محتاج تعمل كشف حساب هتلاقي فيه كشف حساب، انت محتاج تعرف ايه هو الرصيد اللي موجود في الفيزا بتاعتك من غير ما تنزل اي تي ام، انت تعرف بس من خلال التطبيق. عاوز تستقبل او تبعت فلوس في خاصيه اسمها IBA وهنعرفها كده مع بعض دلوقتي، لكن ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه. يلا بينا كده نبدا شرح ازاي تقدر تنشئ حساب على تطبيق انستاباي لاخر تحديث في التطبيق. يلا بينا. زي ما انت شايف كده اول حاجه احنا محتاجينها مع بعض هي البطاقه البنكيه بتاعتك، وزي ما انا قلت لك البطاقه شرط تكون متوافقه مع البنوك اللي موجوده عندك. دلوقتي عندي تطبيق انستاباي وعندي البطاقه البنكيه في 16 رقم هنا وفي تاريخ، بس انا حاطط لزقه حفاظا على الخصوصيه. شرط يكون التليفون بتاعك مربوط بيه بنفس شريحه الاتصال اللي مربوطه في البنك عندك ومربوطه في البطاقه. دلوقتي الشريحه فيها على الاقل 3 جنيه رصيد والبطاقه فيها على الاقل 10 جنيه رصيد. دلوقتي كل عليك بتنزل تطبيق انستاباي زي ما انت شايف كده، كل عليك بس بتفتح التطبيق وبعد كده بقول لك اهلا بك في انستاباي. عايز تقرا الكلام ده مجرد بس ما تضغط عندك على كلمه السهم ده، بيقول لك هنا ارسال النقود، كل اللي عليك بس بتضغط على السهم ده تاني لحد ما يوري لك الخدمات الماليه وبعد كده استلام النقود. هتضغط تاني على السهم اللي قدامك ده كده، بيقول لك اختار رقم الهاتف المسجل بالبنك الخاص بك. هنا بيقول لك شريحه SIM، بيقول لك هنا لاحظ ان الاستمرار على الضغط على ارسال رساله نصيه، قم بارسال الرساله الاستلام على الحساب انستاباي لاستكمال عمليه التسجيل. كل عليك بس تضغط عندك على كلمه ارسال رساله، بس بيقول لك هنا برجاء التاكد من اغلاق الواي فاي والتاكد من تفعيل موبايل انترنت. قول له ماشي، كل اللي عليك بس بتنزل كده بتقفل الواي فاي وتكون انت مفعل الموبايل انترنت اللي هو الموجود على الشريحه بتاعتك. دلوقتي انا فعلت الانترنت اللي هو الداتا بتاعتي وضغط عندي على كلمة اعادة المحاولة، وهتستنى لحد ما يقول لك هنا ارسال رسالة الى طب انت عامل ارسال، تضغط عندك العلامة الخضراء دي. طبعا الكود هيظهر لك كود كده، حاول ما توريهوش لحد خالص، لكن الكود ده انا هحاول كده هظهره لك شوية، بس اضغط عندك على السهم الاخضر او اعمل له عملية ارسال. طبعا بيقول لك هنا غير قادر على التحقق من رقم المحمول برجاء اعادة المحاولة، بتجرب تاني اكتر من مره لحد ما يشتغل معاك بشكل صحيح. كده ده قال لي هنا تم انشاء الحساب، وبيقول لي هنا لديك بالفعل حساب على انستاباي، قم بادخال عنوان الدفع IBA الخاص بك لاسترجاع البيانات. طب ايه هو بيانات الدفع IBA؟ خلينا نفهم كده، لان في 3/4 الناس يعني مش عارفه يعني ايه IBA. الاي بي اي ده انت مجرد بس ما بتيجي تكتب مثلا اسمك هنا بيبقى فيه حاجه عامله زي اسم مستخدم او يوزر نيم، مجرد ما بتبعتها لاي شخص بيقدر يبعت لك الفلوس بكل سهوله، مجرد بس ما بيضغط عندك او بيكتب هنا عنوان الدفع بتاعه، يعني مثلا احمد علام @انستاباي، اول ما بيجي يعمل ارسال للعنوان ده على طول بيقدر يوصل له مبلغ المالي اللي هو كان عاوز يوصله لك. على سبيل المثال ان انا اختار مثلا عنوان دفع مناسب ليا، يعني مثلا انا ممكن اكتب عنوان الدفع ده. طبعا بعد ما تيجي تكتب عنوان الاي بي اي بتاعك كل اللي عليك بس بتضغط عندك على كلمه حساب جديد، بيقول لك قبل التاكد يرجى الاخذ في الاعتبار انه سوف يتم حذف اي حسابات وتاريخ معاملات مرتبط بهذا الرقم على تطبيق انستاباي. كل اللي عليك بس بتضغط عندك على كلمه تاكيد وبتبدا تملى البيانات بتاعتك هنا. اول حاجة بتكتب الاسم بتاعك زي ما هو مكتوب في البطاقة القومية بتاعتك، كذلك برضو تاريخ الميلاد، وكمان عنوان بريد الالكتروني، وتحدد النوع سواء ذكر او انثى، وبتحدد المحافظة، وما تنساش انك بتضغط عندك على المربع اللي في الجنب ده اللي هو تسجيل فيه او الموافقة للشروط والاحكام. انا هملأ البيانات دي وبعد كده بضغط عندي على كلمة تسجيل وهرجع لكم من جديد. طبعا بعد ما ملأت كل البيانات دي تقدر توقف الفيديو لحد ما تستكمل معايا وتملأ البيانات، الاسم، تاريخ الميلاد، بريد الالكتروني، النوع، بعد كده المحافظة، وبتوافق على الشروط والاحكام، بعد كده بتضغط عندك على كلمة تسجيل. زي ما انت شايف كده بقول لك لسلامتك وامانك، هو لو معاك بصمة شاشة او بصمة الوجه او بصمة الاصبع اضغط بس عندك على كلمة الاستمرار وهيطلب منك البصمة دي، علشان التطبيق لازم يتفتح ببصمة زيادة امان فقط. بيقول لي هنا يرغب انستاباي بالوصول الى جهات الاتصال الخاصة بك، قول له هنا سماح، تمام؟
وبعد كده هنا بيقول لك اختار البنك اللي انت بتتعامل معاه، يعني البنك اللي هو الخاص بالبطاقة بتاعتك. كل اللي عليا بس بروح عندي بقرأ البنك اللي خاص في البطاقة، يعني هنا بنك مصر، وببدأ ادور على بنك مصر زي ما انت شايف كده. زي ما انت شايف كده انا لقيت بنك مصر، بتضغط على بنك مصر ضغطة كده، وبقول لك هنا ادخل رقم البطاقة، وبقول لك هنا ادخل الرقم السري للبطاقة. رقم البطاقة اللي هو مكون من 16 رقم، لما تيجي تروح عندك على البطاقة الخاصة بالفيزا بتاعتك هتلاقي فيه 16 رقم، 4 و4 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 مكتوبين جنب بعض، انت لازم تكتبهم، وكمان لازم تكتب الرقم السري الخاص بالبطاقة، لازم تكون البطاقة انت مفعلها في الاي تي ام، وانت عامل عليها كمان ايداع زي ما انا قلت لك على الاقل خالص 10 جنيه. فانا كل اللي علي هكتب رقم البطاقة وهكتب كلمة المرور وبضغط عندي على كلمة انتر، هكتب كل البيانات دي وهرجع لكم من تاني. فانت شايف كتبت كل البيانات، بعد كده بضغط عندي على انتر اللي هو 16 رقم وكلمة المرور الخاصة بالبطاقة الفيزا بتاعتي. زي ما انت شايف كده بقول لك هنا ادخل عنوان الاي بي اي. طبعا الناس اللي مش عارفة عنوان الاي بي اي ده خاص ان هو لما اي حد يجي يبعت لك فلوس ممكن تبعت له عنوان الاي بي اي، يقدر يبعت لك الفلوس بكل سهوله، وهنعرف كل ده مع بعض. فانا دلوقتي طبعا هنا بيكتب لي الاسم بتاعي ويكتب لي البطاقه بتاعتي، هنا بدخل عنوان الدفع، مثلا انا ممكن اختار عنوان زي ده، تمام؟ انا كتبت العنوان بالشكل ده كده، وبحدد بطاقه الدفع بتاعتي وبقول له هنا التالي. ركز كده معايا، بقول لك عنوان الدفع الاي بي اي الذي قمت باختياره سوف يتم ربطه برقم حسابك على التطبيق ولا يمكن تعديله لاحقا. خلي بالك انك مش هتعرف تعدل الاي بي اي، فانت حاول تخليه سهل شويه، يعني لو تعرف تخليه اسهل من كده مفيش مشاكل. فانا كل اللي عليا بس بكتب عنوان الدفع واقول له هنا تاكيد، وبتستنى شويه بقى لحد ما يبدا يفتح معاك. طبعا هنا بيقول لي في مشاكل في عنوان الدفع، ممكن اغيره عادي جدا. لو حصل مشاكل حاول تغير عنوان الدفع علشان تخليه مناسب للحساب بتاعك. طبعا ضغطت هنا تاني على كلمه تاكيد وهنشوف يعني هيبقى مناسب ولا لا. طبعا بقى مناسب. بقول لي هنا ادخل عنوان او الرقم السري، الرقم السري ظهر لك فوق هنا، انت لازم يظهر لك الرقم السري، بيبعت لك فيه رساله نصيه اس ام اس، هتكتبه هنا مره وهنا تاني مره. طبعا هنا بيقول لي ادخل رقم التعريف الشخصي الجديد، طبعا بتكتب رقم التعريف الشخصي زي ما انت عاوز براحتك، اللي هو رقم تسجيل دخول على التطبيق نفسه، لكن فوق هنا هيوصل لك رساله اس ام اس زي ما انت شايف دلوقتي، هكتبها هنا وهكتب انا العنوان اللي هو ادخل رقم التعريف الشخصي الجديد اللي هو الباسورد اللي انا هكتبه انا بمعرفتي، واضغط عندي على كلمه انتر وهرجع لكم من جديد. طبعا فوق زي ما انت شايف كده كتبت رقم السري اللي وصل لي على اس ام اس، وهنا رقم التعريف الشخصي اللي انا كاتبه بمعرفتي انا، بعد كده بضغط عندي على كلمه انتر، طبعا بيقول لي تاكيد على الرقم السري اللي هو بي اي ان تاني، هكتبه من جديد، بعد كده بضغط عندي على كلمه انتر، تمام؟ زي ما انت شايف كده بيقول لي تم اضافه حسابك بنجاح، كل عليك بس بتضغط عندك على كلمه انتهاء، وزي ما انت شايف كده وصلني رساله نصيه ان انا لازم اعمل حاجه اسمها بيقول لي هل ترغب في تعديل عنوان الدفع بانستا باي كحساب الاساسي؟ لا قول له تخطي، انا مش عايز اغير اي حاجه، تمام؟ يبقى انا كده عملت حساب على الانستا باي. طبعا عندي كلمه ارسال النقود، مجرد بس انك تبعت نقود لاي حد اضغط بس على كلمه ارسال النقود. لو انت عاوز تبعت عن طريق من حساب البنك بتاعك للحساب البنك بتاعه هو، اضغط عندك على كلمه حساب بنكي. لو انت عاوز تبعت على اي محفظه الكترونيه على التليفون او اي حاجه تانيه، اضغط عندك على المحفظه الالكترونيه، وبعد كده بتختار رقم الهاتف والمبلغ اللي انت عاوز تبعته له. طب على سبيل المثال ان انا محتاج ابعت له الفلوس على اللي هو الاي بي اي اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاول، كل عليك بس بتضغط عندك على علامه الاي الاول ات زي ما انت شايف كده، وبتبدا تكتب عنوان الاي بي اي. فاكر عنوان الاي بي اي اللي انا كنا بنكتبه؟ يعني انا كنت مسجله بعنوان يعني غير العنوان بتاعك اكيد، لكن ممكن تكتب عنوان اي شخص هنا، وبتكتب المبلغ اللي انت عاوز تبعته له، على سبيل المثال هيكون 1000 جنيه مثلا، وبعد كده بتضغط عندك على كلمه منتهي اللي في الجنب دي، وعلى طول بتوصل له الحساب بتاعك او الفلوس بتاعتك. طب على سبيل المثال حساب بنكي، هنا بيقول لي اكتب رقم الحساب البنكي عادي جدا، كذلك برضو البطاقات الائتمانيه المتوافقه مع انستا باي في البنوك اللي هي متعاقده مع انستا باي بالفعل. طبعا بنضغط عندنا على كلمه منتهي، ده في حاله لو انت عاوز تبعت فلوس. عايز تطلب فلوس مفيش مشاكل برضو، سواء كان من محفظه الكترونيه حد يبعت لك فلوس، او حتى كمان من على الاي بي اي اللي هو ات انستا باي
او زي ما انت شايف كده بتكتب المبلغ وبتكتب العنوان الدفع اللي انت عاوز تستقبل منه الفلوس. كذلك برضو تقدر تدفع الفواتير اللي هي انت محتاجها، ممكن فواتير مية، غاز، كهرباء، خدمات تمويل، زي ما انت شايف كده فواتير الاتصالات. برضو انت ممكن تستعلم عن كل الفواتير دي وتطبعها على الفوري او الباي عادي جدا، تمام؟ فانت لو محتاج تعمل تبرعات زي ما انت شايف كده، ده ادارة حسابك. لو انت عاوز تعمل عرض للرصيد عندك، مجرد بس ما بتضغط عندك على كلمة عرض الرصيد هتكتب الرقم السري اللي احنا كنا كاتبينه، اللي انا قلت لك اكتبه بمعرفتك انت، هتكتب الرقم السري، بعد كده بتضغط عندك على كلمة انتر، وبعد كده بيظهر لك الرصيد. انت مش محتاج انك تنزل لاي تي ام علشان تعرف الرصيد بتاعك وتقعد تطبخ نفسك، لا خلاص ما عادش، كل ده بيتم عن طريق انستا باي. طبعا ادارة الحسابات زي اخر حاجة نضغط عليها كده، انت عاوز تعمل ادارة للحساب بتاعك، عايز تعمل شيك او تشيك للحساب بتاعك، تقدر تبحث من هنا. كذلك برضو دي الفواتير بيديلك كمان اوبشنات تقدر تستخدمها بكل سهولة من هنا. طبعا الخدمات دي برضو اللي احنا كنا يعني عاملين لها الزيارة اللي هي تقريبا ديت، ممكن تعمل كشف حساب، تمام؟ ممكن الاشخاص المفضلين لو انت عاوز تبعت دايما للاشخاص مفضلين، عندك الرصيد في حسابك، تمام؟ هنا بنروح عندنا لعناوين الاي بي المحظورة، هنا المعاملات مش محتاجينها دلوقت، طلبات قيد الانتظار مش محتاجينها، خدمات هي اكتر حاجة محتاجينها، المساعدة لو في اي مشاكل وانت محتاج تستعلم عنها. خلي بالك التطبيق مميزاته جامدة جدا تقدر تستغلها، وهتعرف فيه يعني مميزات كبيرة قوي، تقدر تعمل استقبال او ارسال اموال، تدفع فواتيرك، كل المعاملات اللي انت محتاج تعملها بره البيت هتقدر تعملها من خلال التطبيق على انستا باي. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة، دمتم بخير، سلام.